أما فرقة بي تي إس فبيستعدون الشهر القادم لسلسلة من الحفلات اللي راح يحيوها في لاس فيغاس ابتداء من 8 أبريل بحسب ما نشرت صفحاتهم على السوشيال ميديا. أما على مدار 3 أيام الماضية ففرحة جمهورهم كانت كبيرة بعد ما أحيوا 3 حفلات في العاصمة الكورية سيول. فهالحفلات اللي حضرها عدد محدود من الجمهور على مسرح الأولمبيكس توفرت للجمهور الأكبر وفي مختلف دول العالم من بينها الإمارات لمتابعتها أونلاين في السينما. وأجواء هالحفلات بتشوفونها في خبرنا في الإنسايد تيك. فكالعادة بي تي إس تصدروا الترند بعد الحفلات الناجحة اللي قدموها واللي جمعتهم بجمهورهم الكوري بعد غياب عن إحياء الحفلات في كوريا لحوالي 2 سنين. ده أكان في 처음에 그 저희 그 사운드 리허설 할 때 그때 처음 봤을 때 확실히 기분은 이상하더라고요. 여러분들 보니까 확실히 아 이제 진짜 고향에 돌아왔다 집에 돌아왔다 이런 생각이 들더라고. ولكن هالعودة لجمهورهم حملت إجراءات خاصة. فتفاعل الحاضرين اقتصر على التصفيق واستخدام الأرمي بوم بسبب القوانين اللي فرضتها كوريا احترازا من فيروس كورونا. بو 저도 이번 공연에서 박수로만 호응할 수 있다는 얘기를 듣고 아 다들 신이 날까 저도 아 저도 걱정을 했었는데 아 근데 그 걱정이 무색하게 아 모두가 지금 너무 재밌게 즐기고 계신 것 같더라고요. وهالوقت الحلو استمر لأكثر من 2.5 ساعة وقدموا خلالها بي تي إس أكثر من 20 أغنية. ومن أكثر المقاطع اللي انتشرت على السوشيال ميديا الرقصة الجديدة اللي سووها في ختام أغنية داينامايت وانتقالهم لأغنية باتر. ومن الفيديوهات اللي أيضا تم تداولها هالفيديو لجون كوك وقت أخذ وردة من أحد معجبينه. أما حفلهم الثاني يوم 12 مارس فالفرقة أصرت على إقامته رغم المطر الغزير. ولكن بسبب المياه اللي على الأرض شوغا تزحلق أثناء تقديمه أغنية تيليباثي. ومسلسل الوقعات كمل مع جيمين بسبب الريش على المسرح خلال أغنية بلاك سوان. بالتزامن مع هالحفلات بي تي اس تم ترشيحهم لجائزتين مختلفتين من نيكلوديان كيدز تشويس اووردز وهم جلوبال ميوزك ستار وميوزك جروب.